السلام عليكم ازول بونسوار ميسيو دام. شوفوا نوري لكم واحد العفسه من بعد تقولوا لي انت راك ضد الحراك. بيان سي ضد الحراك، انا ماشي بقرا تبع الابطار. داو لكم الحراك صحاب الماطيري ومؤتمر الامه ورشاد. شوف واحد ما عنده كما يقولوا لي ديموكرات الديمقراطيين هذوك، حنا لي ديموكرات وكذا، الشعب ما يسمعش بكم كاع، ما بالوش بكم. الشعب يتبع ناس كيما هادو، ما شوفو مليح، تبعو مليحه. شوفو لي جون مساكن كافيه مساكن ما يعرفو والو. وبالتالي اخواني لا تنسوا ان ترفعوا هذا الشعار حفتر يا مجرم حرب لدعاوك مجرمين، وانت غير مقبول في عرض الشهداء. حفتر لا نريدك في عرض الشهداء، انت تاتي عن جنرالات مجرمين أمثالك. حفتر خطر على الجزائر وعلى مصالحها، ولكن هذه العصابة ما يهمهاش اللي هو خطر على الجزائر. سمعتوا الشعار يا أخي، سمعتوا شو يقول حفتر؟ لا نريدك في أرض الشهداء وكذا. كي جا أردوغان ما حضرش، كي جا تحت السراج ما حضرش، وكي جا راح زعما يجي حفتر زعما قال لهم تقولوا ما لازمش تجي لأرض الشهداء والشعب ما يحبش تجي. تبعوا مليح شكون اسكو هذا الشعار نصيبوه لي مانيفيستاسيون تاع الجماعة ولا تاع الحراك ولا لا لا. اسمعوا حتى نتنحاو كاع ونديرو هذولا ما جمعة 51 من الحراك الشعبي بوهران الموافق ل 7 فبراير 2020. الشعب راه يقول لكم ما راناش قابلين حفتر يجي للجزائر. هذه بلاد الشهداء، هذه بلاد الرجال، وهذا حفتر مجرم كبير، والشعب على باله بلي راكم تجيو الشرعيه من عند الاجانب باش يحموكم. والله ما رانا حاجين حتى نتنحاو كاع ونديرو هذولا ما جمعه 51 من الحرب. سمعتوا؟ هاو تاع سيلفي وكذا ويهضر باسم الشعب، قالك الشعب راه يقول لكم. دونك تسمى هذا يمثلكم، يمثل الحراك. دونك الا كان ما تقدرش تقول لي نتبع واحد كيما هذا كومام، ما تنجمش تقول لي بلي الجزائر هذا اللي راح يبنيها. مي نو، تقول لي انا ما نحبش الحراك، تسمى انت راك مع هذا الوليد هذا هو اللي يقيد فيك انت بقرايتك بفهمتك بالبارتي بوليتيك تاعك اللي تكون، ولا عندك بريزيدون ديموكرات زعما فوالا. هذا راه يقول واش قالو زيدوت، ويقول يهضر باسم الشعب. بصح هذا الكافي مسكين ولد صغير، هذا البقره، هذا الكبش، هذا مسكين كبش فداء هدايا هدايا، هذا ثاني نوصو مسكين ما عنده والو في راسو، يتبع برك. باسكو لو كان جاي يعرف، شوفوا هو زيتوط كيفاش ينشع لي جان تاعنا، يقول لهم ديروا كذا وقولوا كذا وشعارات، رفدوا هذا الشعار من يوم ما يرفدوا رفدوا هذا الشعار، كاع صغار كاع دراري. شوفوا واش يعرف هذا مسكين، تاع عمره ما قرا جورنال في حياته كاع. اونتر طون هو راه عايش، وكيفاش عايش؟ شوفوا زيتوط كيفاش راه عايش. شوفوا يبعث لي جان تاعنا ما تخرجوش لي فاكتور ما ديروش كذا، هو شوف راه عايش. هاوليك لا الله يا قال رسول الله ويقول الله في الكتاب ويقول كذا، هاو في تراسها شيخ ويقول لكم انتم ما تخلوش لي فاكتور، لازمكم بالتصعيد. جنرالات مجرم مجرمين، هضروا باسم الشعب، قولوا ما ارض الشهداء ما نجيبوش حفتر، وهم يتبعوا فيه. حيا الله الابقار، هكذايا سي كوم سا، هذه هي. هو شو كش راهو عايش في ريستورون يا سيدي، الله يعلم شكون هذوك النسابه، لك فاميلتو ولا الله يعلم، ما نعرفوهمش عندنا حتى حاجه معاهم، ولكن هو يعني هو اللي يقول لك انا وانا ومسلم الاسلام وهذه هي قاعد في تراسه تقعر، ويقول الناس ما يديروش يديروا في الجزائر، ويتبعوه لي جان دي جان يتبعوها، ماشي مساكن النيفو تاعهم كاع طايح ما يعرفوش لي زيكري دو لافي، تما اللي ما نجحش في حياته ولا كذا يتبع هذايا يديلو سيلفي. هذه باش تكونوا على بالكم برك، باش تكون في علمكم الناس كيفاش عايشين في ليترونجي، ويقول لكم واش ديروا. حنا مالناش نقولوا قلبوا البلاد، ولا حنا عايشين في ليترونجي، بصح مالناش نقول لكم حاربوا وديروا، نعطيكم غير نصيحه مليحه. كالم، ماشي مليح، ديروا الهول بالعقل، سيبوا سوليسيون كالم ساجيس هكذايا. بصح هو نو، هو يرمي النار فوق الزيت في البلاد، يرمي الزيت فوق النار في البلاد، وهو يتقعر في لندن بين دو فيديو راح يتقعر هكذا. انت اللهم لا باش تعرفوا تحطوا رجلكم، ولي ديموكرات تجبدوا روحكم السياسة باسكو الشعب ما يتبعكم كامل. السلام عليكم.